صحيح أن شهر مارس شهر الشهداء، لكنه بالنسبة للسيد مولود محمد السعيد المجاهد ومعطوب حرب التحرير الوطني تحول إلى عنوان للإهانة وكسر للكبرياء. رجل كان بالأمس القريب واحدا ممن طهروا هذه الأرض من فخاخ الموت الخفي وحطموا أسوار موريس القاتلة. نعم، خدمة ثورة وخدمة مدنية، خدمة في الثورة والخدمة في الاستقلال. وين خدمت في الثورة؟ التربية. كنت في الولاية الثالثة لا أكثر. في أي منطقة؟ في الولاية الثالثة بالضبط، منطقة ثالثة، منطقة الرابعة في الولاية الثالثة، قلب القبائل، ومنها مشين الأقدم إلى تونس والرجع منها محمل بأسلحة على أكتافي، مشين تاع شهرين ذهب وشهرين رجوع. لا طائرات فرنسا وجندها تمكن من السيد مولود، لكن بعد رحلة عمرها 3 عقود في مهنة التربية والتعليم في جزائر الاستقلال، وفي 3 مارس الجاري شهر الشهداء رفقاء الدرب، تلقى السيد مولود هدية بمناسبة عيد ميلاده 78، هدية من نوع خاص، رصاص وألغام الاحتلال الفرنسي كان أرحم. قرار طرد من سكن وظيفي بثانوية محمد هجرس ببلدية المحمدية ولاية الجزائر. منذ 3 أيام الماضية في حالة سيئة ومن سيء إلى الأسوأ، وراهي حالة كارثية. نرقد بالحوايج نتاعي عند أحباب ربي، عند أي واحد من الجيران المتواجدين في هذه البلدية. قرار الطرد نفذ بسرعة البرق، غابت منه شكليات القانون كما غابت منه الرحمة والإنسانية. التربية وكذلك نتاع المنطقة الشرقية هذه، الجزائر الشرق نسميوها إذا شئتم، وهو مدير تربية لمديرية الشرق. خرجك بالإجراءات القانونية بمحض الطبع. والو قانون ديت ما يقرب من كيلو من وثائق رسمية ما عطونيش فرصة لرؤيتها أو قراءتها. ركزوا على كلمة تنفيذ الخروج ولو بالقوة. وفيما يحتفل العالم بعيد المرأة، تلقت السيدة مولود محمد السعيد هدية ثانية، لكن لمن؟ لزوجته التي أفنت هي أيضا زهرة شبابها في التعليم، وابنتها جزيرة الشابة المعاقة، أياما قليلة من اليوم الوطني للمعاق، فأي هدية بعد هذه؟ مالي زوخ في التلفزيون واش قال؟ قال تاع التربية ما راناش مهاب نديروه في الزقة، بعد ما قضاو شحال من عام في التربية وخدموا وداروا وهكا ما يخرجوش، إلا ما كانوش عندهم ما يخرجوش. مي حنا يا رانا بلا سكنان، أنا في الزنقة، رانا عند الناس، أنا كل واحد وين راهو مرمي. بأي حق؟ لما دارتوش فرنسا فيك؟ داروك على الراس تاع الأكاديمي، قالوا لك اخرج بأي حق؟ هكذا وصل قطار الحياة بمجاهد ما زال جسده يحمل تحفا وهدايا كان الاحتلال الفرنسي يقدمها للجزائريين. رصاصات عاشت بشاعة الاستدمار، وهي اليوم بعد نصف قرن من الاستقلال تقف من جديد من على مشاهد أكثر ألما وقسوة. فليس من السهل أن تهان كرامة من صنع أمجاد هذه الأمة. المبيت بين الأهل والأصدقاء أو في العراء، كلاهما سيان، إهانة لا تحتمل. مناسبة عيد المرأة، راني مرأة جزائرية أمثل المرأة الجزائرية، وإن شاء الله نكون في أحسن تمثيل، نكون أحسن صورة. عاونونا، أنا نقول لكم هكذا ماشي باش تعاونوني أنا وحدي، عاونوا كامل الناس المحتاجة
قرار الطرد نفذ بسرعة البرق، وعلى الرغم من عدم إيجاد مأوى بديل لعائلة السيد مولود، قرار يقول المجاهد أنه لا يختلف عن قنابل فرنسا إلا من حيث الزمان. جيران السيد مولود من الأساتذة وإطارات التعليم استنكروا قرار الطرد الصادر بحق السيد مولود محمد السعيد، خصوصا وأنه لم يحصل على البديل. في مومون تاع أذان تاع الجمعة، اليوم مسلمين، نهار تاع اليوم نهار تاع مسلمين، بصح واش راكو تشوفوا؟ ماشي نهار تاع مسلمين، غزة ماشي هكذا. هذا جاري راني متضامن معاه، متضامن معاه اوطون كان نونسيان مجاهد، جاب الاستقلال للبلاد هذه. عملية الطرد للموظفين المتقاعدين من قطاع التعليم والتربية يبدو أنها لن تتوقف في ظل غياب رادع قانوني أو إنساني. طلب من السلطات المحلية باش يلقاو له الحل في أقرب وقت، خاطر العائلة هذه ما يقدروش يباتوا دائما هكذا برا، خاصة هذه الطفلة المعوقة هذه صعيبة بزاف باش تكون هكذا في هذه الحالة هذه. في انتظار التفاتة ولو عابرة ممن يصفون بالمسؤولين على شؤون المواطن، تبقى أسرة السيد مولود محمد السعيد وغيرها تعيش مأساة حقيقية، مأساة تترجمها أهات الزوجة والابنة المعاقة لتستقر على الضياع وسط الظلام والليالي الباردة، ولسان حالها يصرخ هل من مغيث؟